ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. يمكن أساس أي أكلة، أساس أي شوي، أساس أي طبخة، أي حاجة بنعملها البهارات. يمكن مفيش بيت مفيهوش بهارات، حتى لو اللي هي الحاجات البسيطة، الملح، الفلفل، الورق، الحاجات دي لازم تبقى موجودة في أي بيت. بس في بقى البهارات دي قصة طويلة وأنواع وأشكال، وعرفنا كده حاجات بقى. لا، في حاجات تستخدم في الفراخ وفي اللحمة، وفكرة السبع بهارات هم إيه، حاجات كتيرة هنتكلم فيها في فقرتنا. بس خلوني في البداية أرحب بضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، أستاذ مرقص عياد محلات عطارة أولاد عياد. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اساس كل حاجه البهارات طبعا، خلينا متفقين، يعني مفيش اكل يقول لك ما فيهوش بهارات ملوش طعم. طبعا. كلمني بقى عن البهارات شويه كده. اول حاجه ان ليها طعم وليها كل حاجه البهارات، بس في نفس الوقت هي معالجه للجسم. يعني احنا فاكرين بس التوابل هي اللي تدي طعم الاكل والحاجه، لكن هي معالجه للجسم، بتفيد الجسم، بتفيد البشره، بتفيد الجهاز الهضمي. طبعا كل حاجه فيها. طيب خلينا نبتدي بقى كده، يعني ايه تعرفنا شويه عن البهارات كده. نبدا مثلا توابل اللحمه. في توابل اللحمه. توابل اللحمه دي لحمه لو انا هشويها. مظبوط. تمام. كزبره. نحط معلقه كزبره. معلقه كزبره. كمون. كمون في اللحمه. حلوه دي، جديده. زنجبيل. ده حلو جدا لمضاد الاكسده للجسم. معلقة كاري. كاري. كبابة. كبابة صيني. كبابة صيني. كبابة صيني أو البهار الحلو. يسموها البهار الحلو أو الكبابة الصيني. قرفة. القرفة. كركم. اللي يسموه اللون الذهبي، ده أساس عند الهنود. طب انت حطيت كركم وكاري، انت عرفتهم منين يعني؟ هما اللي نفس بيبان. لا دي درجه ودي درجه. الكركم اغمق شويه من الكاري. مظبوط. ده بقى العشبه بتاعت الكركم. دي قبل ما تطحن. قبل بقى ما تطحن هو ده العشبه اللي بتتطحن. فكره برضو ان اجيب الحاجه مطحونه دي، انت ايه رايك فيها بقى؟ نجيب البهارات مطحونه ولا اجيب وانا اطحن؟ واثقه في المكان هاتي. لو في قدام العطار في مطحنه قولي له اطحن لي الحاجه دي. من الافحن ما اجيبهاش مطحونه قوي. لو في ثقه وبتاع هات عادي. لكن لو ما فيش لا، هات الحاجه حصى وانت اطحنيها في البيت. ايه ده؟ ده جوز الطيب. ايه بس كفايه شويه البهارات. سماء. يدي المزازه. الحبهان او الهيل. ده بيبقى مطحون. كده انا عملت خلطه الايه، توابل اللحمه على بعض كده. طب وانت بتعمل لنا كده توابل اللحمه في الاول، عايزه اعرف ايه التوابل الاساسيه اللي موجوده عند كل ست بيت؟ التوابل الاساسيه الفلفل، الكمون، الكزبره، الشطه، الزنجبيل، القرفه، الكاري، الكركم، ده اساسي في البيت. ده لازم يبقى موجود في كل بيت. جوز الطيب، الحبهان. دي كده الدرجه بتاعتها. بتاعت توابل اللحمه في الاخر. طبعا احسن ان احنا نعملها بدل ما نشتريها جاهزه ما نبقاش عارفين ايه. وتخليها في البرطمان ولما تيجي تعوزيها يبقى محطوط عندك في المطبخ اهي ومكتوب عليه. دي اول حاجه. بهارات اللحم. بتعملي لنا ايه تاني؟ في حاجه تاني، الفراخ. توابل الفراخ هتبقى مختلفة عن توابل اللحمة؟ بابريكا. ما حطيناش هنا. ما حطيناش بابريكا. دي بقى البابريكا كمان مفيدة، مفيدة للعين وصحة القلب. حلو. البابريكا. طب لو أنا عملت بهارات مثلا فراخ وحطيتها في اللحمة، بتفرق فعلا في الطعم؟ يعني كل حاجة وليها بهاراتها بتفرق في الأكلة نفسها؟ هو لو أهم حاجة في الأكل ما تزوديش الزيادة التوابل. إدي النكهة البسيطة عشان تحس بطعم الأكل. لا ده انا هكلمك في النقطه دي بس كمان. هي النقطه دي يعني فكره ان احط البهارات في الاكل دي ايه يعني؟ لا اكتر كده عشان حطينا البابريكا. الثوم. ده ثوم باودر. مظبوط. الكاري. ده احنا قلنا
زعتر. ده اساسي. ده اساسي. الزعتر ثلاث انواع بيبقى اكتر. زعتر تركي، زعتر بلدي، زعتر عرايش. طب لا، وده مفيد كمان للامراض الكحه عشان البرد الايام اللي جايه، ده بيتغلي وتشرب. طب ايه الفرق؟ او انا كان رايح اشتري هعرف منين ان ده زعتر؟ هتعرفيه هو وسليم بقى. يعني هو وسليم العشبي بيبان ده البلدي، وهو الراجل هيقول لك ده بلدي فيه زعتر عرايشي زعتر تركي. البلدي حلو طعمه لكن العرايشي بيدي نكهه اكتر، بيبقى دايم في الاكل، نكهه اكتر، ويترش على البيتزا، يترش على زنجبيل عندنا اساسي. كركم. بصل. بحس ان البصل الباودر والثوم الباودر دول اساسيين. اساسي في أساسيين. اي اساسي في اي حاجه كده بنعملها. ايه؟ كزبره. اخر حاجه الكزبره. تلاقي دي بقى التوابل دي افتح من الدرجه بتاعت اللحمه. اللحمة. بس كده. الله. الدرجه بتاعتها. كده اللحم. ده كده الفريخ. مظبوط. بهارات الفريخ. فراخ مشويه، فراخ، اي فراخ نحط عليها رشه. بس اهم حاجه بقى في الفراخ ان احنا لو احنا نتبلها تتبيله حلوه. وفي ناس بتقول على الزفاره، لا نضيع بقى ريحه الزفاره الاول بقى بدقيق ذره. ازاي بقى؟ ايوه. نغسلها بدقيق ذره، نغسلها بخل وملح، ونسيبها شويه في الميه ونصفيها، اهم حاجه التصفيه حلو، وبعدين نتبل بيها التوابل. نتبل بالتوابل اللي احنا عاملينها. طب انا قاعده قد ايه بقى عشان التوابل تمسك فيها كده؟ في ناس بتسيبها في الثلاجه من بالليل للصبح، في ناس بتسيبها 3 ساعات. وبعد لما تعمليها وبعد لما تعملي الفراخ ومشويه وهتقدميها، ممكن ترشي رشه تاني من نفس التوابل. نفس التوابل عليها من فوق، تدي نكهه اقوى. الله. طيب هتعمل لنا ايه تاني دلوقتي؟ في حاجه الدقه. الدقه المصريه. الدقه دي، الدقه المصريه ليه بقى بسميها الدقه المصريه؟ عشان في دقه سوريه. الدقه السوريه دي زعتر والسمسم وسماء وكذا حاجه، لكن الدقه المصريه بتاعتنا احنا ايه؟ اللي هي بتتكون من كزبره. بتتكون من كزبره. حمص. حمص؟ حمص. جديده دي. حمص. ما بنحطش احنا حمص في لا. الحمص بتاع المقله يتطحن. طب وطعمه ما يبانش في الاكل؟ يعني طعم الحمص ما يبانش؟ لا، ما هي دي الدقه. لا مش هيبان. ما هو هيديك النكهه بتاعته بس بسيطه. طعمه سمسم. بس ده بقى الحاجات دي ان احنا ممكن نحمصها. السمسم يتحمص. يتحمص قبل ما ونسيبه يبرد. لازم يبرد عشان قبل ما نطحنه. بتفرق؟ طبعا. هيبوظ من لو اتطحن على طول هيبوظ. لازم يتساب. كمون. ايوه ده اساسي. سوداني. سوداني؟ لا ثانية واحدة. سوداني في سوداني. في الدقة. في الدقة؟ الدقة دي بتستعمل في كذا حاجة بقى. في الفلافل، في البتنجان. يعني الطعميه وانا بقليها اقلب بالخلطه دي؟ لا، ارش في الاخر. ارش في الاخر عليها؟ في الاخر. البطاطس المحمره ارش عليها الخلطه دي. دي اسمها الدقه. في ناس بتاكلها بعيش ببقسماط، هي دي الدقه. جميله طبعا. فكره السوداني دي برضو جديده. والحمص. والحمص ده. الحمص. حلوه قوي دي. كده هي الدقه. حلوه قوي، جديده. احنا كده عملنا بهارات لحمه، بهارات فراخ، والدقه. هنعمل ايه تاني؟ البهارات السوريه او البهارات السبعه. ايوه السبع بهارات دول. هو مش شرط يبقى العدد سبعه، هم مسمينها سبعه بس مش شرط تبقى سبعه. ده اكتر حاجه مشهوره، يعني حطي في الاكل السبع بهارات. الهيل او الحبهان. القرفه. طب القرفه مطحونه احسن ولا اللي هي تبقى
العيدان بتاعت القرفة نفسها. في قرفة على العيدان او السيجار اللي بيقولوا عليها شبه السيجار، دي او دي تنفع، بس اهم حاجة ان تبقى واثقة ان الحاجة دي مطحونة فريش. هي الفكرة في كده، الحاجة تبقى مطحونة فريش قدام قدام عينيك. كزبرة، كزبرة احنا حطينا حبهين وقرفة وكزبرة، وفلفل، فلفل اسمر، جوز الطيب. ايوه جوز الطيب ده حكايه، بس ما نكترش منه. انت جيت بقى في النقطه المهمه، ما نكترش منه. انا مع فكره ايه في البهارات في الاكل، كتر بهارات على قد ما تقدر عشان يبقى الاكل طعمه حلو. يعني مش هيبقى حلو زي لو انت كترتي الملح، هيقول لك الاكل مالح. نفس الحوار في البهارات، ما ينفعش نكتر في البهارات، ده مبدا عام يعني. كتر بهارات تلاقي الاكل في حته ثانيه خالص طعمه. لا احنا عايزين يبقى الطعم يبقى حلو وفي ريحه وفي كل حاجه. نعمل ايه؟ نرش رشه بعد الحاجه ما تخلص، بعد لما نقدم الطبق لا نرش عليه رشه. حلو برضو الفكره دي، هيدي نكهه. يبقى احنا عاملين التوابل بيه وبعدها نرش الرشه، يبقى طعم الحاجه احسن. طعم الحاجه احسن طبعا. ادي السبع بهارات، ادي يا جماعه السبع بهارات اللي على طول بنسمعها. السبع بهارات وتلاقي لونها غامق حلو، وحاجتها سهلة يعني، مش لازم اجيبها. يعني خالص كله هيبقى عندي في البيت. يعني الفكرة ان انا الحاجة في البيت عندي متوفرة اعمل انا منها. عملنا بهارات لحم، بهارات فراخ، عملنا الدقة، والسبع بهارات. مظبوط مظبوط. نعمل ايه تاني دلوقتي؟ السمك، بهارات السمك. السمك ده كان زمان كمون وثوم وخلاص وليمون. احنا عارفين دلوقتي والحاجات التوابل دي من زمان، لكن ما كانتش متوفره، ما كناش نسمع عنها. صحيح. لكن لما الاعلام وجه والتلفزيون بقى يقول في بصل بودر، ما حدش كان يعرف في بصل بودر وثوم بودر، بدا يتجفف وبعدين يتطحن. يعني البصل والثوم دول بيتجففوا الاول. البابريكا دي، الفلفل الارناؤوطي، هو البابريكا دي هي الفكره، ان البابريكا دي فلفل ارناؤوطي وبيتجفف الاول وبعدين يتطحن. بس مش بتبقى حاميه. لا خالص، مش زي الشطه. لا هي الفلفل الارناؤوطي. يبقى حطينا كده بابريكا، كزبره، كركم. كركم ده مفيد بقى للعظام، وممكن تعملي تغليه وتشربيه. اشربه كده عادي. نسمع برده بيبقى حلو قوي. كمون، سمك كتر كمون. ثوم اساسي، الثوم البودر، سنه حبهان. جديد في السمك حبهان علشان تدي الطعم. ده بقى يتبل بيه السمك حلو جدا، وبعد التتبيله في الاخر احنا بنقدم الصينيه نرش عليه. نرش عليها. فكره ان نرش من بره بعد ما الحاجه تخلص دي، هي دي بيعملوها في المطاعم. بيعملوها في المطاعم عشان الحاجه يبقى لسه فريش وليها طعم. السمك بقى لازم يبقى اللون بتاعه الدرجه بتاعته، لو احنا حطينا المقادير صح كده هتبقى فاتحه، هيبقى فاتح. جميل. ادي توابل السمك. هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ المحشي، بما ان المصريين بيحبوا المحشي. ايوه انت جيت لاكتر حاجه بتطلب بقى. كزبره. ايوه انا شايفه الكزبره عنصر أساسي. مشترك في كل حاجه يعني. زنجبيل. كمون، بقدونس، ورق بقدونس. بقدونس مجفف. احنا سهل نلاقي الحاجات دي ولا الحاجات دي؟ في عند العطارين بيبقى البقدونس مجفف بنبيعه، بس لو عايزه تجيبي فريش وتجففيه زي النعناع عادي. عادي طريقته سهله. وهنحط نعناع، نفرك النعناع. أيوة على المحشي. النعناع في المحشي. هتطلع الريحه بالظبط طعم المحشي، قبل ما تعملي تشم التوابل هتلاقي طعم المحشي. سنه زعتر. حلو برضه الزعتر. كده خلصنا توابل المحشي. حاجات بسيطة، ولأي ست تستخدمها في البيت الحاجة اللي عندها ما تتعطلش. طبعا.
هي تعرف التركيبة؟ أساس الأكل يعني، أنا ما ينفعش ما أحطش بهارات في أي أكل. ما ينفعش. طب عايزة أكلمك بقى في نقطة مهمة بقى، طريقة تخزين الحاجات دي. أنا مش يعني مش هنزل أشتري كل شوية بهارات يعني، فبقى هجيب كميات وهحتفظ بيها، بس بكتشف بقى إني إيه؟ أكيد الحاجات دي كميات بتبوظ يعني. إحنا نجيب على قدنا. هي الفكرة على قد ليه؟ عشان أي بهارات اي حاجه هتسوس، ما عدا الحاجه الواحده الفلفل الاسود ما يحصلش عليه حاجه، ما تخافيش منه. حصى او مطحون ما تخافيش منه، لكن اي حاجه تسوس في الحر بالذات تبوظ. مش فارق بقى حاجه شطه او حاجه يعني شطه لا، حتى الشطه تسوس وتدود، الشطه حراقه وتسوس وتدود، ما الحاجه ما تستحملش في الحر. الشتاء ما تخافيش من التوابل، تحطيها بره الثلاجه عادي، لكن لما يجي الصيف لازم تحطيه في الثلاجه. ولا حتى وانا بستعمل يعني ممكن احتفظ بيهم في ازاز، مش شرط بلاستيك عشان نعرف البلاستيك. حطيتيه حتى في برطمان ازاز وفي المطبخ مع السخونه اللي هيسوس وهيبوظ، لكن بنفضل ان احنا نحطه في الثلاجه. في الثلاجه يحافظ عليها. احنا كتير بقى بنسمع بقى ده اكيد وصل له ميه، ده اكيد عشان كده هو باظ وسوس الحاجات دي كلها. اي حاجه تسوس وتدود ليه مثلا؟ علشان الحر ما بتستحملش الحاجات دي، عشان كده بنقول بننصح الناس تطحن بحاجه كميه قليله اول باول. الحاجه باول باول احسن وتبقى فريش. الفكره عشان في ناس بتجيب حاجه البيت طلبات البيت، اجيب بقى واعمل بالمره، مش هفضل في الثلاجه احافظ عليها في الثلاجه. فكره برضو حلوه. طيب توابل الشاورما. هنحط قرفه. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ شاورما، توابل شاورما. ايوه ماشي، قرفه شاورما. تنفع بقى للشاورما اللحمه او الشاورما فراخ. احنا شايفين كده البهارات بتاعتك على الشاشه يعني. المحل محل اولاد عياد. حطينا قرفة، هنحط زنجبيل، كمون، سميع، الحاجات دي بقى سر الحاجات الحلوة اللي احنا بناكلها في المطاعم بقى والفنادق والحاجات بقى. طبعا الشيفات هم بيستخدموها على طول يعني، احنا بنورد للمطاعم والفنادق عشان عارفين شغلنا. يعني اساس اللي احنا بناكله حلو كان اساسك. كان اساس بهاراتك. علشان عارفين الشغل بتاعنا ان احنا بنطحن الحاجة بنفسنا، ما بنشتريش حاجة مطحونة يعني، كل ده احنا بنطحنه. بس بكميات على طول، بنطحن بكميات عشان بنبيع على طول، وفي نفس الوقت بنطحن فريش، يبقى الحاجة مش تبقى الحاجة تبقى فريش. بتحس بطعمها وريحتها. كبابة صيني او البوار الحلو. هي الكبابة الصيني دي مش في اي اكل صح؟ لا ليها اكلات معينة. يعني زي ايه ممكن احطها؟ اكتريتها إيه؟ اللحوم، الكبابة مرتبطة باللحوم صح. شاورما اللحمة لو هشويها مظبوط. تلاقينا مش احنا حطينا توابل اللحمة، حطينا فيها الكبابة. بابريكا، كركم. الكركم ده مفيد للعظام ومضاد للأكسدة في الجسم. الهيل، حبة هيل. فلفل أسود. طب أنت مع فكرة مش فارقة بهارات لأي نوع أكل، هو أي بهارات تمشي في أي أكل؟ هو لا مش مع الحتة دي. هو كان الأول النفس بتاع الست المصرية حلو في نفسها، يقول لك النفس بتاعها حلو، الأكلة بتاعتها حلوة، بأبسط حاجة عندها في البيت هتعرف تعملها. هتعرف تعملها. يعني أبسط أي حاجة هنعرف تعملها في البيت وبتطلع طعمها حلو. لكن في حاجة أنت لو حطيتي حاجة زيادة هتحسي جوزتي لا ما ينفعش كان في البيت. في النقطة دي لا ما ينفعش، ده الطعم بان. عشان كده حتى في ناس ما تحبش الشوربة مثلا أو البسمتي، يبقى فيه الحبهان، يقول لك لا جه في بقي ما حبهوش. القرنفل لا ما ينفعش في الشوربة. ما ينفعش يتحط يعني، قصدي في الرز البسمتي لو حد لاحظه يقول لك لا أنا مش هاكل، مش هاكل رز بسمتي تاني. كل واحد على حسب الرغبة بتاعته. كده دي الشاورما. بهارات الشاورما ينفع شاورما لحمه او شاورما فراخ؟ كنت هقول لك ينفع معاها فراخ عادي. طب بنسمع عن توابل الورد دي، هي ايه مانيش؟ توابل ايه؟ الورد في كده زر ورد. ايوه ايه ايه ده؟ زر ورد
كان معنا المرة اللي فاتت زر ورد ده من أنواع الورود، يتحط للحوم وفي نفس الوقت بيتحط في البن المحوج، بنحط في البن المحوج تحوجة البن هو واللورة وجوز الطيب والحبهان، هي دي تحوجة البن، يقول لك بن محوج، بن محوج، محوج من الحاجات دي، زر الورد وورق اللورة والحبان. طب ده ما يتحطش في الاكل وانا بيتحط في الاكل عادي. ده بيتحن ويتحط في الاكل في اللحوم ولحوم ولا اي اكل ولا طعمه هيبان يعني مثلا. لا مش ما هنحط حاجه بسيطه، تعودنا نحط حاجه بسيطه عشان ندي نكهه بسيطه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ حواوشي. ايوه ايوه اكتر حاجه بقى نهتم بتوابلها. قرفه، كزبرة، بابريكا، الفلفل الأرناؤوطي اللي احنا بنقول عليه، كمون، ده كمون بلدي بيفرق جدا بقى، بيبقى أنواع كمون كتير في السوق، ده الكمون البلدي، ده درجة اللون بتاعت الكمون البلدي، تبقى أخضر غامق قوي كده صح؟ كمون البلدي ده، الفلفل الاسود ما بيبقاش اسود خالص، ده عشان الناس اللي بتتغش، ده طحن الفلفل الاسود. ايه ده بقى ثانيه واحده عشان بالنسبه لا خلينا نقف هنا. الفلفل الاسود ده ما بركزش كمان في درجه لونه هو، ما احنا لو غامق قوي يبقى كده ده محطوط عليه حاجات تانية في غش. حلوه المعلومه دي في النقطه دي، لما انا بشتري الحاجه لا انا شايفه الفلفل الدرجه دي اللون ده، هو ده اللي بيبقى مش مخلوط بقى باي حاجه، مش شرط وتشم، اهم حاجه احنا قلنا من اي عطار تشتري حاجه ثقه، مش واثقه فيه اشتري الحاجه حصى واطحنها في البيت. طب لو انا هشتري مثلا من حد ما اعرفوش، ايه الحاجات اللي المفروض اخد بالي منها بقى؟ يعني ابص على اللون، ابص على الريحه ولا ايه؟ التوابل اول حاجه درجه اللون، ثاني حاجه نشم الحاجه نشوفها فريش ولا لا، ما ممكن مخزونه ما لهاش ريحه، الريحه راحت، كلها عباره عن زيوت طايره، الريحه طارت، يبقى انا كده ما استفدتش حاجه من الحاجه، القيمه الغذائيه بتاعتها. حلوه الفكره دي برضه، حلو معلومة الفلفل دي برضه، هو أي توابل عموما مش فلفل بس. لا معلومة الفلفل إن أشوفه غامق ولا فاتح درجة السواد دي كمان بتفرق يعني. كبابة، جوز الطيب، الهيل ده أساسي في كذا حاجة، دي توابل الحواوشي، تنفع حواوشي لحمه حواوشي فراخ، وبرده ما نكترش في الحواوشي برده بهارات الحواوشي يعني، هو الحواوشي كمان عشان يبان طعم عشان اللحمه، يبان طعم اللحمه، يبان طعم اللحمه طبعا. طيب دلوقتي هنعمل الكاري، الكاري، الكاري الهندي. تعمل لنا النهارده يعني حاجات، هنحط هنحط قرفه دي حبوب خردل، حبوب خردل، خردل ده اللي بيتعمل منها المسطرده. دي بتتباع كده؟ لا هو بتبقى حب صغيرة، إن كان عندك إيمان مثل حبة خردل، هو دي أصغر حاجة في الحبوب دي، حباية صغيرة ده الخردل، ده بيستخدموه كمان في علاج العظام. الخردل يعني بيتعمل منه المسطردة ده ويدخل في علاج العظام. الفلفل الأسود، كمون بلدي بيبقى فيه منه أنواع سوري وهندي. طب افرق بينهم ازاي؟ يعني انت بتقولي في كذا نوع، انا هقف افرق بين الانواع ازاي؟ هيبقى في اللون، في الريحه، بدرجه اللون وفي الريحه طبعا. اقوى حاجه الكمون بتاعنا البلدي، انضف انواع الكمون البلدي، ده اللي هو لونه بيبقى كده بالظبط. وفي ريحه قويه، ده الشمر، وبيدخل في علاج كمان الكحه، الزنجبيل كمان بيشربوه مشروب شتوي. الشمر ده مطحون مش حب صح؟ مطحون. الحب ده ممكن اعمله في المخبوزات والحاجات اللي زي دي. مظبوط، هو بيتعمل بيه في المخبوزات، وفي نفس الوقت تلاقيه عامل زي الكمون اخضر كده، الحبايه بتاعته اخضر من الكمون، الكمون اغمق ده افتح شويه. مظبوط. الحبان، كزبره،
كركم، ده كده الكيري، ده كده البهارات دي اعمل بيها ايه بقى؟ بتستخدم في الفراخ كمان، تتحط على المكرونه، ممكن احطها على الرز، ينفع على الرز. هو الكاري والكركم دي بقى، هي دي الكاري كده كده. احنا عملنا تركيبه الكاري، تحط الرز الابيض، الرز البسمتي، الرز البسمتي طبعا. طيب احنا كنا بنتكلم قبل ما ندخل الحلقه مع استاذ مرقص، يعني اتفاجئت بقى بحاجه، الشوربه وبهارات الشوربه. الشوربه ليها بهارات طبعا. حاجات معروفه تك تك خلاص كده يعني. لا، الشوربه شوربه لحمه او فراخ، بنسلق فراخ او لحمه، بنحط اللورة الغار، ورق الغار، الحبهان، القرنفل. الحبهان عادي حب ولا مطحون؟ هو حب احسن. احنا كده كده في الشوربه عادي. والقرنفل، قرنفل قرنفل، فصوص قرنفل مش مطحون. انا مش مطحون، احط الفصوص سليم. كده برضو القرنفل، يبقى كده اللورة والحبهان والقرنفل والفلفل الاسود وكزبره. دي كده حطينا كزبره في الشوربه. حاجه بسيطه كده، معلقه بسيطه هنحطها. هتطلع بقى الشوربه، هتطلعها في حته ثانيه خالص. تحفه. ده احنا ده قلنا الكركم الحصى، عيدان الكركم ده كده شكله قبل ما يتطهى. طيب سريعا كده نقول احنا عملنا ايه. عملنا بهارات لحمه، بهارات فراخ، بهارات سمك، عملنا الدقه، مظبوط، عملنا الكاري، الشاورما، الشاورما والحواوشي، المحشي، والمحشي. اظن ده كده لازم الحاجات دي كلها لازم تبقى موجوده في البيت يعني. حاجات اساسيه، حاجات اساسيه، حاجات اساسيه طبعا. ده هي دي يعني، بحس البهارات فعلا دي اللي بتشجع الواحد ان هو يقف يطبخ اصلا ويفن ويبتكر وياكل بقى يعني. طبعا، وما يشتريش من بره. يعني الفكره كمان ان الحاجه دي انت بتعمليها بايدك، انت ضامنه هي ايه، صح؟ عارفه هي ايه. بابريكا، احنا هنعمل دلوقتي البرجر. دي بقى مهمة جدا عشان الستات اللي بتحب تعمل لولادها برجر في البيت، مش عارفة تحط عليه ايه بقى. زعتر، جوز الطيب، بقدونس مجفف. طب بقدونس ده انا ما اطحنهوش يعني، ممكن اطحنه ليه؟ ممكن تطحن. صح، ينفع يبان في الاكل. صح، ثوم. احنا بنفركه بايدينا يعني. كزبره، زنجبيل. حلو. الحاجه فعلا لما تتعمل قدامك وعارف مصدرها وان انت واثق فيها بتفرق كتير، بتفرق جدا طبعًا. وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت منك، والحاجه لما بتفضل في البيت خلاص انا كده سهلت عليا حاجات كتير. انت قلت لي لو انا عايز اعرف البهارات دي بايظه او مش هيبقى ملهاش ريحه. مش متعوده انك زي اللي احنا قلنا الفلفل الاسود هو الدرجه بتاعته كده. لو انا لقيته غير كده، لا، لو لقيته اسود اسود كاتم، يبقى ده مش مطحون معاه حاجه. ده انا بحسب ان ده الاصلي. لا، يعني ده اسود، ده كده ده فريش وحاجه حلوه. لا يعني، هي لازم يبقى الدرجه بتاعته كده. وتلاقي فيه الحبوب حتى مش مطحون، مش قوي، مطحونه قوي. باينه، ده انا كده ضمن انه فلفل. يبقى فيه خشن في كده. بيبان في الطعم كمان، والريحه بتاعته يبقى نفاذه، يبقى انا كده انا عارفه ان التوابل حلو. لازم مكان موثوق منه. لسه اقول لك، لو انا مش واثقه في المكان اجيب واطحن في البيت. اجيب حصى لو انا عندي، لو انا عندي امكانيه ان اجيب واطحن في البيت. بس كده، ده كده البرجر. الله الله، بس الشكل برضو والحته دي عجباني قوي. شكل بهارات في البيت. هنعمل ايه دلوقتي؟ توابل الكفته. ايوه،
لا مش ناسي حاجه خالص يا استاذ مرقص، يعني اعتقد كده احنا وفينا كده كل كتير. حاجه تمام، يعني مفيش اكلات تاني ملهاش بهارات، يعني لمينا حاجات كده، زنجبيل، زعتر. الزعتر في الاكل حاجه بتدي نكهه وفي نفس الوقت الزعتر ده بتشرب لحالات البرد. عارف لو 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 زعتر على شويه جبنه بس كده هو ده بيبقى طعمه حلو، طعمه خطير، وبيتحط بقى على السمسم كمان، الزعتر بالسمسم. هي دي بنسميها الدقة السورية. السوري هما بياكلوه كده بزيت زيتون وعيش. الدقة السورية بيتحط زعتر وسمسم وجوز السماق، كزبرة فلفل اسود. عايزه اقول لكم ريحه البهارات في المكان فظيعه، عشان الحاجه لما بتطحنها بنفسك. لا ريحه البهارات فعلا، يعني هي نفس الحاجه عشان اللي بتتباع عندنا في المحل هي بتبقى نفس الحاجه دي بالظبط، احنا عشان كده بنحب حاجه نطحنها بنفسنا. البهارات ما فيهاش اني ادوق لكم بصراحه يعني. بس هي الريحه يعني اقوى من الندوق بصراحه، ريحه البهارات كلها بتشبع. يعني كده الكفته، ده كده الكفته. السجق، الناس اللي بتحب السجق سايب حاجه خالص، يعني مش سايب ولا اكله ملهاش اي توابل اهي. وبيختلف يعني طول ما احنا ماشيين ما تلاقيش حاجه زي الثانيه، في حاجه زياده حاجه ناقصه حاجه بالظبط، انت في فرق في البهارات في عددها. طيب عشان وقتنا كده سريعا، حبهان كزبره، كمون بلدي اللي احنا بنرشح احسن كمون بلدي، كبابه صيني وبابريكا، القرف. بدات تتعلمي القرف؟ خلاص حبستي. ودي كده توابل السجق. فاضل لنا ايه بقى؟ اخر حاجه الكبسه. ايوه سريعا بقى كده يا استاذ مرقص، توابل الكبسه. هنحط القرفه، كزبره، كمون، حبهان أو الهيل، كاري، فلفل، الله، زنجبيل، أيوة، لومي. أيوة بقى بص ده اللي أنا مستنياه من ده اللومي، أنا حبيت أجيب الليمونة الناشفة، ده ليمون ناشف مظبوط، ده اسمه اللومي، ده مطحون ودي الحبايه سليمه. في ناس بتحط الحبايه كده بعيدان القرفه السيجار بس جوه البسمتي، يسيبوه كده ولما يدفع النار يطلعوه. ده اللومي او الليمون الناشف، اساس الكركم معانا، الكركم معانا اساسي. ودي كانت بهارات الكبسه، ودي كانت اخر البهارات اللي معانا. اعتقد كده مفيش حد مش هيتشجع انه يقوم يطبخ، يقوم يشتري بهارات، لازم نعرف كل حاجه طبختها ايه المناسبه ليها. حقيقي يا استاذ مرقص حلقه من من اهم الحلقات، لان البهارات اساس كل طبخه يعني. طبعا اكيد. شكرا لوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك. شكرا ليك استاذ مرقص عياد، محلات عطاره اولاد عياد. شكرا ليك. شكرا لك يا فندم. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره الساعه 12 ان شاء الله وحلقه جديده وبالف هنا. الى اللقاء.